بشأن المستجدات في فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19، بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة حول العالم أو تجاوز 106,000 حالة حول العالم، رصدت في حوالي 104 من الدول. لا تزال الأعداد الحالات يوميا ترصد. عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها حتى الآن تجاوز 60,000 حالة، وهذا يشكل حوالي 57% من الحالات حتى هذا الوقت. 3,600 وفاة تقريبا تم تسجيلها، وهي تشكل حوالي 3.4% من إجمالي المصابين حتى الآن. في المملكة العربية السعودية تم الإعلان قبل ساعات عن 4 حالات إضافية جديدة تضاف إلى الحالات المؤكدة سابقا للإصابة بهذا الفيروس، فبالتالي يصل إجمالي عدد الحالات إلى 11 حالة مؤكدة في المملكة العربية السعودية. لو نلاحظ أن الحالات 7 منها تم تأكيدها وهي لديها قدوم من خارج المملكة العربية السعودية، هذه 7 حالات ارتبطت بالقدوم من إيران، حالة ارتبطت بالقدوم من العراق، 3 حالات هي لزوجات للأسف اكتسبوا العدوى من أزواجهم، وبالتالي يكون لدينا إجمالي الحالات كما أسلفت 11 حالة. جميع الحالات 11 يتم تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم في مستشفيات متخصصة في التعامل بهذه مع هذا الفيروس، جميعها معزولة، وضعها الصحي جيد ومستقر ومطمئن بحمد الله. الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بكافة أجهزتها وتتضافر فيها الجهود، سواء في المنافذ، سواء داخل المنشآت الصحية، سواء داخل النطاقات التي تعتبر فيها مجموعة المخالطين للحالات، مستمرة على أعلى مستويات التفاعل لأجل بإذن الله أن تؤثمر هذه الجهود عن حماية المجتمع بإذن الله تعالى، المواطنين والمقيمين، وأن نضمن أن صحة الجميع بإذن الله على أفضل المستويات وقاية من انتشار هذا الفيروس. بلغ عدد من تم فحصهم وإجراء الفرز لهم في المنافذ حتى الآن أكثر من 414,000 من المسافرين القادمين للمملكة العربية السعودية. إجمالي الفحوص حتى الآن تجاوز 1,400 فحص للحالات. عدد من تم إجراء أو حصرهم ضمن دائرة المخالطين تجاوز 400 مخالط، كلهم تم إجراء الفحوص لهم، وتلاحظون بأنه بشكل مستمر يتم تحديث البيانات فيما يتعلق والإعلانات فيما يتعلق بحالة نتيجة الفحص، سواء كانت سليمة بإذن الله أو من يثبت كما ثبت وأعلن سابقا، من يثبت من المخالطين بأنهم إيجابيين يتم إعلان نتائجهم. طبعا إجراءات العزل أو الحجر الصحي مستمرة لمن يلزم الأمر إجراء ذلك لهم. كذلك هنالك الرقم 937 تلقى ما يقارب 20,000 اتصال لاستشارة أو استفسار حول فيروس كورونا الجديد خلال الأيام الماضية. من أهم الأمور التي نؤكد عليها في هذه المرحلة أهمية أن نستقي المعلومات من المصادر الموثوقة. نلاحظ أن هنالك بعض الشائعات التي تنتشر سواء كانت في رسائل أو مقاطع فيديو أو طرق تواصل معينة. المجتمع دائما هو خط مهم للوقاية والحماية في صد هذه الشائعات. منظمة الصحة العالمية قبل 4 ساعات تقريبا المدير العام للمنظمة يؤكد بأن التعامل الذكي العقلاني الأهم في هذه المرحلة حول العالم كله هو التصدي لهذه الشائعات، بأن يكون المجتمع ذكيا في تعامله وحرصه على وصوله للمعلومة الموثوقة. الحمد لله المملكة العربية السعودية بكامل المسؤولية شفافية عالية، تقدم المعلومات بشكل مستمر، بشكل دوري، بشكل دائم. مجرد ما تتأكد حالة يتم إعلانها وإيضاحها بشكل تفصيلي، تلاحظون لعلكم في البيانات السابقة أولا بأول، وهذا يؤكد بأن المعلومات التي يستطيع الوصول لها أي فرد من أفراد المجتمع، أي فرد راغب بالحصول على معلومة يسيرة وسهلة ومتاحة بأعلى مستوى مصداقية،
الرقم 937 هو أحد أيضا المصادر أو المراكز الموثوقة التي تعمل على مدار الساعة بالإمكان الاتصال عليه كمركز موحد للحصول على المعلومة أو المشورة أو البلاغ. كل ذلك نتشرف بتلقيه في هذا المركز الموحد للبلاغات، وأكرر الرقم هو 937. تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة والعافية. حتى الآن الحالات التي تم تسجيلها مؤكدة بالفيروس هي من السكان محافظة القطيف، وبالنسبة بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لجعل المستويات الصحية في أعلى مستويات الوقاية وحرصا على صحة المواطنين والمقيمين، نعم الإجراءات الاحترازية التي تتعلق بالتحكم بالنطاق الجغرافي لأي منطقة يكون فيها عدد المخالطين أو عدد الحالات إيجابي مهم أن يتم تنفيذها، ولعلكم ترجعون إلى البيان الصادر قبل قليل من في وكالة الأنباء السعودية وفيه تفاصيل عن ذلك. لو ترجع للبيان سيوضح بأنه هذا الأمر معناه بأن من يدخل أو يكون متواجد في محافظة القطيف سيكون عليه البقاء فيها خلال الأيام التي يكون فيها هذا التعليق المؤقت.